لم يمض أكثر من 48 ساعة على لقاء سوتشي حتى جاءت الضربات الإسرائيلية على مواقع قوات النظام السوري وحلفائها من الميليشيات الإيرانية. ضربات استهدفت مواقع عسكرية عند مدينة البعث وبناء المالية في المدينة الذي يعتبر قاعدة رصد ومراقبة لميليشيات حزب الله اللبناني، إضافة إلى منطقة تل كروم خان التي تعتبر أيضا نقطة رصد تابعة للنظام، إضافة إلى غارة ثالثة استهدفت محيط مكتب قائد سرية الاستطلاع في اللواء 90 التابع للنظام. هذه الضربات تأتي بعد لقاء سوتشي قبل يومين، جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت. يقول الأخير إنه تم الاتفاق مع موسكو على تنسيق الضربات ضد الميليشيات الإيرانية في سوريا، مقدما في الوقت ذاته الشكر لروسيا على إتاحتها الفرصة للطائرات الإسرائيلية باستهداف الميليشيات، متوعدا بمزيد من الضربات، وقال إن الروس أصبحوا جيراننا من الحدود الشمالية إلى حد ما، ومن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون خلل. ولأن الاجتماع تم بعيدا عن عدسات الإعلام، يتناقل ناشطون أن تل أبيب وعدت موسكو بتخفيف استهداف رموز قوات النظام والتركيز أكثر على الميليشيات الإيرانية، الأمر الذي تؤكده أنباء نقلتها شبكات ومواقع إخبارية أن الروس يسعون فعلا للتخلص من إيران وميليشياتها في الجنوب السوري. أما بوتين فقال إن ثمة مصالح مشتركة بين موسكو وتل أبيب وخاصة في سوريا، داعيا بنيت إلى إبقاء العلاقات بين الطرفين في نسق متصاعد على غرار ما كانت عليه خلال حقبة الحكومة الإسرائيلية السابقة رغم المعارك السياسية الداخلية. إشارات روسية إلى تل أبيب تمخضت عن الاجتماع الذي جمع الزعيمين للاستمرار في الغارات الجوية على سوريا، خاصة وأن وزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت قبل أيام على ميزانية ضخمة لتصنيع قدرات حربية لضرب منشآت نووية إيرانية، الأمر الذي يراه مراقبون أنه من المحتمل أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الضربات الجوية ضد الميليشيات الإيرانية.